طيب وقفي معي، شو بتقصد؟ قصدي حكيها بالموضوع. ايه بنوب لا تحلم مريم، الله يوفقك، امي بتحبك وبتسمع منك. مزبوط كتير بتحبني، بس شو بدك تعطيني بالمقابل؟ انا جاهز للي بدك اياه. امي يا اولاد، عرفتوا بالشي اللي صار؟ أخوكم مصطفى عين ومولاي سيد سنجق، رح يروح منيسة. كثير منيح، معناته ناهي الدوران رح تروح معه. ما بظن. هنياله، يا ريتني كنت كبير. سلطانة. ايه أسماء. كوثر خانم اجت لعندك وقال بدها اياكي بموضوع كثير مهم. ها صحيح، قالت انه الموضوع كثير مهم وما رضيت تقول شيء ابدا، قال ما بتحكي غير اليك. لا اله الا الله. اسمع، روحي جيبيها لهون لنشوف شو مشكلتها. يلا روحي حكيها. انت طول بالك، كل شيء بوقته حلو محمد. طيب كيف رح تقنعيها؟ ما تاكل هم، الموضوع سهل. فيني حكيكي؟ مريم روحي هلأ، الوقت متأخر. بس في سؤال مهم بدي أسألك ياه. أخي محمد، ليش لساته عايش هون؟ ليش ما بيسكن بجناح لحاله؟ شو هالسؤال هاد مريم؟ انتو تقاتلتوا شي؟ لا بس هو هيك بده. بكير شوي، كل شي بوقته حلو. أكيد السبب السلطانة ناهي الدوران، ما هيك؟ هي ما بتسمح لنا أصلاً. أنا هيك قلت له لمحمد، قلت له ما يحكي معك ويزعجك، ما رح تعملي شي. بالأخير الأمور كلها بإيد السلطانة ناهي الدوران، هي اللي عم تدير الحرم لك. لا ما دخل ابنه، ومو هي المسؤولة. أنا بعمل له شقة لابني إمتى ما بدي. بما إنه هيك، ليش ما بتساوي له جناح؟ وهيك رح تزعجيها للسلطانة، وبكرة بتشوفي.